بسم الله الرحمن الرحيم. بنده دکتر رامز اللواء، استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه هومس و مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لازقیه می باشم. امروز قرار است برای شما مطالب کوتاه به مناسبت 35 سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه خدمتتان عرض نمایم. امام خمینی شخصیتی است دلیر، شجاع، بی‌نظیر و از جمله رهبران بیاد ماندنی در تاریخ جهان به شما می آید که توانست از دل تاریخ پدید آید. پرتوی خورشید او هرگز غروب نخواهد کرد، زیرا آمدن و رفتنش جهان را به لرزه در آورد. مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لازقیه به مناسبت 35 سالگرد رحلت جانگداز امام خمینی نمایشگاه عکس مجازی از مراسم سوگواری و به خاک سپاری اون امام مهربان تهیه و تدارک دیده است که با توضیحاتی از اون ایام هم به تماشای قسمت های از اون می نشینیم. في الرابع والعشرين من الشهر التاسع عام 1902 في بلدة خمين أشرقت شمس إيران. ولد روح الله المسوي الخميني في بيت اشتهر بالتقوى والتدين والأخلاق الحميدة. ترعرع وتعلم العلوم الدينية والحوزوية على يد أخيه آيت الله بسنديدة. في عام 1922 التحق بحوزة قم العلمية وحصل على إجازة الاجتهاد وهو في سن 24. اتجه إلى التدريس في الفقه والفلسفة والعرفان والأخلاق، أصبح مرجعاً دينياً لأبناء الشعب الإيراني في عام 1961 ليقود حركة الوعي الديني والثوري في المجتمع ضد سياسات الشاه. وبسبب مواجهته لسياسات الشاه اللادينية تم نفي الإمام الخميني إلى أنقرة أو إلى تركيا، واستمر نفيه 11 شهرا، ثم تم نفيه إلى العراق الذي استمر ما يقارب 14 عاما، وبعد ذلك تم نفيه إلى فرنسا ليسكن في ضاحية نوفل لو شاتو. ويذكر أن الرئيس الفرنسي جيسكار ديستان قام بإبلاغ الإمام الخميني بضرورة اجتناب أي نشاط سياسي على الأراضي الفرنسية. كان رد الإمام حازما بأن هذا يتنافى ومزاعم الديمقراطية، وأنه إذا اضطر للسفر من مطار إلى مطار ومن بلد إلى بلد فأنه لن يكف عن جهاده لتحقيق أهدافه. استغرقت إقامة الإمام في باريس 4 أشهر. في 1 شباط عام 1979 وصل الإمام إلى أرض الوطن بعد فراق طويل. استقبل الإمام من أبناء الشعب الإيراني، وقدر عدد المستقبلين ما بين 4 ملايين إلى 6 ملايين شخص. كان أول خطاب للإمام الخميني في جنة الزهراء في 11 شباط عام 1979، تم إسقاط النظام الشاهنشاهي وإعلان انتصار الثورة الإسلامية المباركة. الإمام الخميني مشروع أمة ونهضة عالمية، امتداد لبعثة الأنبياء والأوصياء. كانت حياته حافلة بالنضال والمقاومة ضد الظلم والطغيان،
وضد الهيمنة الاستكبارية العالمية. ارتحل الإمام الخميني رحمة الله عليه في 3 حزيران عام 1989، وكان إلى جانبه ابنه البار المرحوم أحمد الخميني. صدم الشعب الإيراني بالنبأ العظيم عندما تم الإعلان عن ارتحال الإمام. قدر عدد المشاركين في مراسم التشييع 17 مليونا من أبناء الشعب الإيراني، وتم دفن الإمام في جنة الزهراء إلى جانب شهداء الثورة الإسلامية المباركة. لم يترك الإمام الخميني في هذه الدنيا إلا مجموعة من الكتب التي كان يدرسها لطلابه، وقرآن كريم، ومسبحة، وزجاجة عطر، وعكازه. ارتحل الإمام ونهجه باق، وفكره باق، والراية التي رفعها الإمام استلمها آية الله السيد علي الخامنئي قائد الثورة الإسلامية المباركة.